قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة، يعني ما في خيرية لهذه الأمة إلا أمتنا نحن هذه، بسبب ماذا؟ بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا زال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحنا في هذه الخيرية أم لا؟ لا. وإذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما قال الهيئة، ما قال جهات الهيئة، ما قال المشايخ، قال كنتم خير أمة. وكل واحد منا فرد من أفراد الأمة، ويجب على الإنسان أن يستشعر ويستحضر دائما أنني عضو هيئة، أو أنني ممن ينكر المنكر ويأمر بالمعروف، أو يأمر بالمعروف وينكر المنكر. فتسعى دائما أخي الحبيب إلى أن تبحث على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبله وطرقه الصحيحة. فمراكز الهيئة مفتوحة أبوابها، في أي وقت تريد أن تبلغ عن قضية، تريد أن تستشيرهم في قضية. بعض الشباب عنده تصور أنه مركز الهيئة لو أدخل عليهم الآن وأقول لهم مثلا عندي مشكلة فلانية، قالوا امسكوه وحولوا للشرطة، قالوا خلاص أنت بلغتنا عن قضية. لا، هذا مو صحيح يا أخوان. في أناس يحضرون إلى مراكز الهيئات والله الذي لا إله غيره معه حشيش. بعضهم يحضر ومعه أشياء يعني ما تتخيلوا، بعضهم يحضر ومعه فتاة. وحصلت عدة قضايا من بعض الشاب اللي أنبوا ضميره حتى أنه ذهب وأحضر. طبعاً الفتاة قد تكون هاربة من أهلها وكذا، ثم يأتي ويحضر هذه الفتاة إلى مركز الهيئة. فأنا أقول استشعار الإنسان أنني فرض في هذا المجتمع وأستطيع أن أنجو بهذه السفينة، هذا أمر مهم جداً. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى، ثم قال في آخر الآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعل. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فحلت علينا اللعنة. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أن المنكر يا أخواني في وسطنا الآن يدور ولا ينكر المنكر، أقول هذه مصيبة عظيمة جدا. فلا بد للإنسان أن ينكر المنكر أيا كان. وحديث إنكار المنكر على المراتب اللي هو باللسان، ومن يعرف درجة المنكر إنكار المنكر يا إخوان، أول شيء باليد ولا باللسان؟ باليد، ثم بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من الإنسان أن ينكر المنكر. وأنا أقول يا إخوان ما وصلنا إلى مرحلة القلب، ما وصلنا إلى مرحلة الإنسان ينكر المنكر بقلبه. الحمد لله مراكز الهيئة مفتوحة، مراكز الشرط موجودة، الدوريات موجودة. بعض الأحيان تصير في منكر معين، أنا مراكز الهيئة ما حد يرد أربع السماعة على الدوريات، وأبلغ الدوريات الموقع الفلاني فيه الأمر الفلاني، يجون الدوريات يباشرون القضية هذه، وأنكرت أنا المنكر الذي أمامي. وأقول أيها الأحبة، قبل أن أبدأ في سرد بعض القصص التي لها هدف ولها مغزى، أقول تذكر أيها الشاب قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كيف احفظ الله يحفظك؟ كيف احفظ الله سبحانه وتعالى؟ لما يقرأها الإنسان بمجردها يستغرب كيف احفظ. تحفظ الله سبحانه وتعالى في كل شيء، تحفظ الله سبحانه وتعالى في جوارحك ألا تعصي بها، تحفظ الله سبحانه وتعالى في عباداتك بأن تواظب عليها، تحفظ الله سبحانه وتعالى في طاعتك لوالديك، تحفظ الله سبحانه وتعالى بعدم معصيته في الخلوات. يبحث الإنسان دائما عن حفظ الله سبحانه وتعالى. وش النتيجة يا إخوان؟ النتيجة مجربة ومعروفة، هو صلاح الإنسان في مستقبل حياته، صلاح ذريتك، صلاحك أنت، توفيق الله سبحانه وتعالى، البركة في حياتك. إذا وفق الإنسان وحفظه الله سبحانه وتعالى بارك له في حياته.